شو هاي فيها؟ موز. موز. هلا موز. موز. بطل كيف عليك شطور؟ تفاحة. بتحب التفاح انت؟ شو هاي؟ تفاحة. 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 تو تو. هلا علي تو. تفاحة. تفاحة. با وإنت إنها إن يا با بنا ودا بنا وإنت بنات أنا وأكبر ممتاز. اكتبها بالكلمات. هي جمعية كاكون تأسست سنة 1994، كانت جمعية لأهالي كاكون هي الحقيقة، والتقينا نعمل شيء نخدم شريحة من المواطنين، فمكننا نوجد شريحة من الصم، الأطفال والذكور والإناث الصم، فعملنا مدرسة الصم 1998، وقمنا على يعني إحضار طلاب وتسجيل طلاب، عملنا مدرسة قديمة كانت قريبة من مخيم طول الكريم، والآن إحنا طبعاً في مدرسة جديدة تم بناها دعم من الخارج، من مؤسسات فرنسية وتعاون والبلدية، والحقيقة أنها ما يعادل 50 إلى 60 طالب الآن، هم طالب وطالبة صم وتعليم النطق. أن المدرسة أن 4 مدرسات على حساب التربية، وأن 9 مدرسات على حساب الخاص، يعني على كادر الجمعية، وهي الحقيقة أنها يعني بتخدم الشريحة زي ما ذكرت لك، شريحة من الطلاب أو المواطنين المهمشين في المجتمع، كانوا بالشوارع، كانوا الحمد لله اليوم عندهم غرفة حاسوب، بيشتغلوا على الحاسوب وبيقروا وبيكتبوا، وأن باز نجيبهم من باب البيت لباب الجمعية ونرجعهم لباب البيت. غزال عندها ارتخاء في الفك السفلي، طبعا هذا الارتخاء بسبب في لعاب كثير، فاحنا بنعمل تدليك لمنطقة الفك والفم لحتى نعمل شد في هذه المنطقة حتى نقلل من نزول اللعاب، بالإضافة إلى تسهيل عملية البلع لأنها عندها مشاكل في البلع والنطق. إيه هيل.